صباح الخير، معكم جان البلوشي. رديت لكم اليوم مع شيء كنت بعيد عنه من فترة، اللي هو DIY. DIY do it yourself، اصنع بنفسك. ذكروا أنا سويت سلايدر من فترة، ما أدري وين راح، حطيته حق مين. المهم احنا عندنا سلايدر، الحمد لله خير الله وايد، قدرنا ناخذ هالسلايدر حلو. بس مسوي هالورشة خاصة حق الناس اللي ما عندهم ميزانية، اللي يبون يطلعون إبداعاتهم في التصوير الفيديو أو فوتوغرافي عن طريق سلايدر بس ما عندهم ميزانية، أو حق ذلين اللي ما يبون يشيلون سلايدر بمتر أو متر ونص أو 80 سنتي حتى، لأن ما نقدر نخليهم في الشنطة، ما نقدر نأخذه ونسافر فيه. فليش ما نسوي شيء مصغر يعطينا تقريبا نفس الكواليتي؟ زين، تشوفوا هالمقاطع أعطوني رأيكم. ها، إيش رأيكم في المقاطع؟ توقعون مصورين بهالسلايدر؟ لا، مصورين هاللقطة بشيء إحنا مسوينه. طبعاً لما نروح نشتري شيء 80، 70، أو 100 دينار، أوكي نشتري دفعنا فلوس وشريناه. بس لما نسوي شيء بروحنا نفتخر فيه ونحافظ عليه. الشيء اللي نحتاجه حق التوتوريال ذي او حق الفيديو، تعرفون شنو ذي؟ هل متركب داخل الدرج عشان تسحب الدرج وتصكه، تحصلونه في اي مكان يبيعون اشياء مالت البيت، مثلا منازل او دنيوب في البحرين. سعره كم؟ تقريبا 2 دينار أو 3 دينار. اول شيء نحتاج البول هيد اللي تقدرون تركبون على الكاميرا، ونحتاج برغي صغير يتركب على البول هيد، اوكي، ونحتاج الهندل اللي يودون في المياه يبطلون السكون. ناخذ هالقطعه، اوكي، نبطله، ناخذ النص اللي فوق نركب فيه البرغي اللي تحت البول هيد. عقب ما كبرنا الفتحة، أيوة، بنركب البول هيد فوق. بنجرب السلايدر إذا أوكي يشير ولا لا. أوكي تمام، ما يشير. سلايدر بارز تركب الكاميرا وتشتغل عليه، بس احنا بنزينه وبنعدله. القطعة الثانية بنركب هندل هني، ركبنا الهندل، بنعدله بنزينه بنخلي فيه ستاند تحت، بنركب القطعة حق الترايبود. نحتاج ترايبود رخيص، اي ترايبود، ناخذ الهيد ماله والقطعة وتركب تحت الكاميرا، نشيله، اوكي. خذينا القطعة، نشيل البرغي اللي ويا الهيد نفسه، ونشيل القطعة اللي هو اللوك، ونشيل البرغي، ونجيب برغي ثاني نات بولت، اوكي، نحاول نكون في النص، يعني هاي النص تقريبا، اوكي. زين، الحين ركبنا القطعة، شوفوا شلون نخليه على الترايبود ونحركه. فمن زين اكثر واكثر بنركب فيه ستين على الاطراف، بنركب قطع على الاطراف. هاي قطعتين ما اعرف اصلا شنو ذلين، حصلتهم من منازل، ونحتاج 4 قطع من ذلين، نفس البولت والبراغي بس طوالي نستعملهم كستين. ناخذ القطعة ذي تحت ونركب البرغي،
زين ركبنا القطعة ذي ونجيب ذلين الستين. ونركب القطع ذلين تحت، تحصلونه في انوار او اي محلات او اي قرطاسية عشان بس ما يتزحلق. الحين ركبنا دي اس ال ار ما ادري هيك 600 دي. اوكي طبعا البول هيد صغير، الكاميرا كبيرة مع الجريب، فالوزن زايد. شوف تحصلون في هزة، بس بشكل عام هاي الكونسبت وهاي الفكرة الرئيسية. بس اكثر شيء السلايدرات اللي نستعملون حق جو برو، اذا بناخذ لنا جو برو مع القطعة ترايبود اللي تحت هاي ممتازة معاني. مشكورين على المتابعة، واذا عندكم سؤال كومنت تحت. لا تنسون اللي يقولون شنو ما ادري سبسكرايب وفولو وشير وهالسوالف. المهم شو رايكم نسوي لهم شركة جان كليك المعدات تصوير؟ يلا جيبكم على خير.